أنا جاهز ورايح للمجهول، أنا رايح وكل شي معقول، مؤمن ما فيش شي محال. أنا جاهز على كل حال، الماضي يبقى ماضي، تعيش في طيات الذكرى، رايح ومكاني الفاضي يملي إيماني بالفكرة. رحلة الذهاب ما فيش رجوع، كفاية حياة تعاسة وخضوع، وليش لا وده احتمال. أنا جاهز على كل حال، قلبي يتألم تعبان، فين الخلل؟ رايح أشوف شكل الأمل، رايح لبكرة وانسى اللي كان. قلبي يتألم تعبان، فين الخلل؟ رايح أشوف شكل الأمل، رايح لبكرة وانسى اللي كان. صوتي وعوي صوتي وعوي وعوي صوتي وعوي وعوي هاي رحلة الذهاب ما فيش رجوع، كفاية حياة تعاسة وخضوع، وليش لا وده احتمال. أنا جاهز على كل حال، It's only one way, one way, it's only one way, one way, it's only one way, one way, I one way, it's only one way for life. السيدة والسادة، على متن رحلتنا هذا المسلسل لكل اليمنيين خارج أرض الوطن الذين لم يجدوا ضوءا لقصصهم، نحن هنا ضوء لهم. Ladies and gentlemen on our flight, this series for all Yemenis abroad who could not shed light on their stories, we are here their light. Thank you. اهلا وسهلا كابتن شادي، تفضل. شوف، كلمني عنك الفنان الشاب احمد فتحي، واني واولادي وطبعنا من رتش لحد طلب. شكرا جدا يا خاله، والله العظيم من بدايه خاله. شوف بقول لك، هنا في البيت ده ثلاث حاجات تستفزني: خاله، عمه، جده. لما تيجي تتكلم معي قول لي يا طنط وهبيه ولا يا ابله وهبيه، اوكي؟ اوكي، ديل طنط. قول لي كده جبت كله. اوكي، ديل طنط. طنط ايش؟ طنط وهبيه. اوكي، ديل. برافو برافو برافو. خلاص، علشان كده انا بجيب لك كيك وشاهي عدني. والله انا ماسك دايت بس عشانك. اوكي اوكي، ما حد يرفض الشاي العدني. عم يذكرنا بايام عدن. سارة، ممكن تجيبي الكيك والشاهي يا روحي؟ يا مثبت العقل والدين. معلش، هي كده. سامي، سلمت البضاعة للولد وهي حامية؟ حامي جدا، طمني، كله تمام. أي الحمد لله. سارة، فين الشاهي؟ الله جاي. أهلاً وسهلاً. صباح
تصدق يا كوتش إنه السنة اللي فاتت كنت محبط بشكل مش طبيعي، لكن هذا السنة الحمد لله قد أقلمت وتعودت على مصر، يعني بقدر أرجع أتمرن. لو قد عندك نية كلم أخوك وما يهمك يصير لا اللي يرضيك. حبيبي الله يحفظك. أنا سميرة. هلا. سلام. هيا. حذري إيش هذا اللي في يدي؟ ملف. الموافقة حق السفارة الألمانية. لا. بالحبيب. شي معرفة قطريفة. ألف مبروك. كلمتي خالد؟ أيوة، أول ما خرجت الموافقة حكيته وجابرت في التليفون، وبعدها قال يدبر أموره ويجي لها أنا، نصير نتم أمورنا كلها في وزارة العدل. ألف مبروك. الكوتش شادي. اللي حكى لنا عليه أحمد فتحي الصغير اللي يشبه أحمد فتحي الكبير. هذا أنا مشهور ما شاء الله، الناس تكلموا عليه. ماشي ماشي مش قوي، هو حكى لنا عنك، بس الصدق فخور فيك قوي. أكيد، هذا البطل شادي، أكيد بيفتخر فيه. على فكرة في مواهب كثيرة يمنية أشوف هنا، في مطربين وفي ممثلين وفي فنانين، بس الرياضيين أعتقد أنت الوحيد. الله أعلم. الله أعلم، هذا للرياضيين، أما أنا الأكيد إن أنا الباخمري الوحيد. حلوة دي، الأكيد باخمري الوحيد. الله عاش. فكر كيف بالنسبة للرياضة؟ الرياضة هي مجال زيها زي أي مجال ثاني، فيه طلب وفيه عرض، فيه شغل فيه مكسب، طول ما في ناس بيطلبوا انهم يتغيروا انت بتقدري تكسبي، بس الفرق انك تقدمي لهم الخدمه اللي هم يشتيها. في ناس اللي يشتي يخسس، في ناس اللي يشتي يزيد وزن، في ناس اللي عايز يكون لياقته احسن او قوته احسن، فاحنا بنعطي له الحاجه اللي هو يشتيها. طول ما احنا قادرين نعطي له الحاجه اللي هو يشتيها فتقدري تاخدي معاها مقابل، فهتلاقي انه شغل كويس جدا زيه زي اي شغل ثاني. اشوف ان الرياضه يعملوا فيه اعلانات وكذا، يعني هل هي مصدقة يعني زي أي صناعة؟ طبعاً، هنا لما يكون في سبونسر اللي هو مثلاً فلنفترض صاحب شركة بروتين أو سبليمنتس أو مطعم أو أي حاجة، فهنا هو يشتي شخص يكون محترف بالرياضة من ناحية عضلاته وشكله الديتيلز اللي موجود فيها. يعني دون اللي كسامهم حلوة؟ يعني هم اللي يروحوا يعملوا إعلان؟ لا، هم يطلبوهم وبعد كده بيعملوا لهم إعلان، فبالتالي يكسبوا الاثنين، صاحب الإعلان والرياضي نفسه. باليمن؟ ايوه، مع الظروف اللي حاصله دحين. هي بدات بس بحاجه بسيطه، ان شاء الله يا رب تكمل. بسالك سؤال مستفز، معلش يا صنبا. لا، انت مستفزه الصن كل يوم، تفضلي. طيب شكرا اخي. في سؤال دائما يستفزون احنا في بو، فقدتل البلاد. البلاد هي قلبي، اكيد فقدتلها، لكن أتمنى ترجع زي البلاد اللي أعرفه اللي أفتخر فيه به، إلا أقول ما فيش زيه. إن شاء الله. فعلا. مالكم مكاربين؟ يا أخي إنك كاربت إحنا، أنت ماله؟ مش خد إنه في حاجات حلوة هنا مدري إيش غير؟ أكيد في حالات حلوة، أكيد في سنتين على قلبي، بس أنا الحين كنت أتكلم عن البلاد، دحين ما بنغير وبنتكلم هنا، هنا بالعكس هنا في حاجات حلوة و كل واحد ما يكون يجتهد بيلاقي هنا تحديات اكثر وفي فرص اكثر بكثير من اللي كنا متخيلين فيها، يعني متخيلينها باليمن بصراحه. طب اسمعنا شيء، بيني وبينك شيء، تمرن عشان يشلونا دعايه. ابشر بس انت امر وانت الدين والجد. بيني وبينك مش تجدر قنيه تسمع. قد سمعتك وانا الشضعاف كمان. وانت بس اول ما تنوي بجد ما يهمك الا تتغير. وانا ما بقول اشتي ضعف عشان خالد لو ما يجيب سني حاليا. أنا الشطوال معك خرج. ابشروا أي بس ساحر معك. كلون. إيش ده؟ السقف. إيش من سقف؟ ده عنده كله السقف. ده السقف اللي بيسكن فيه الكابتن شادي. العمارة دي فيه بسقف؟ أنا أول ما جيت كنت أحسب إن أنا بلاقي باب وجدار، لكن واو. ثانك يو. ده كله السقف. أيوة. أنا بحق الله بنقول فوق. لا. كده أنا ما بعرفش أشرح، أنا بطلع السقف أشرح لكم. وقفوا، صاحب العمارة زكن عليا قال لي السقف ما يتحملش غير 3 أشخاص ولا بيسقط. أنتوا الاثنين تعالوا معي. يلا. الحمد لله إن أنا ما جيت أشتري ولا في حاجة نفس المواصفات. أنا إنسانة عميقة. عشان كده شرحتي بعمق. ورسمت بعمق كمان. صح؟ الآن شوف المكان هذا كله عبارة عن اللي بالورقة هذا، تمام؟ طيب هذه مين بيكون مكانه؟
بس إيدي حجرة. هنا في غرفة صغيرة مهملة، بس نحن ما ننظفها وما نرتبها وبنخليها قابلة للسكن. وهنا بيكون جيم مصغر، قدام إنه تستفيد وتفيد الناس كمان. دحين السقف مكسر قلنا أوكي، ما فيش كهرباء قلنا أوكي، ما فيش حمام قلنا أوكي، لكن جيم مصغر كيف المكان ده؟ وهو ما يحملش غير 3 أشخاص، كيف أدربهم هنا؟ شوف، أنا قبل ما تفلسف أقرأ وأطلع. Go ahead. مش لما أي إنسان يبدأ يتمرن في البداية أو يعمل أي حاجة لازم تكون عنده مرحلة أولى؟ ما لا، مش كل الناس مرحلة أولى، أكيد بيكون في ناس مستويات مختلفة ومتقدمة شوية. طيب على الله، المهم في البداية تكون عندهم المرحلة الأولى، نظام غذائي مناسب وتمارين خفيفة. طيب ولما شو ينتقلوا للمرحلة الثانية؟ شو يتطوروا؟ كيف يسووا؟ على الله، لما يدخل المرحلة الثانية، أنت إيش عرفك يقدر يدخل المرحلة الثانية ولا لا؟ تمام، وبعدين يا ابني نحن شوف كلنا الشعب، نحن كلنا بالمرحلة الأولى، يعني ما تقلقش من الناحية هذه حبيبي. والله فكرة رهيبة. لا بجد عميقة. دن شكرا شكرا يا حياك حياك يا عم. بابا سمعت يا بابا؟ مش طنط وهبية استقبلت الكابتن اللي كان هنا امبارح؟ لا ولقت له مكان، لا وكمان فتحت له جيم مصغر. سارة كلمتني اروح اتمرن معاه. ممكن ما دام انت بسارة انا مطمن عليش. وحضرتك هتطمن اكتر لو عرفت انه انا وانت اللي هنروح سوا. ليش؟ احرزش؟ كده انت مع سارة. لا انا قصدي نفسح كرش حضرتك شوية. الكرش بيتسلى هنا في المطعم ولا عندهم مش في البيت؟ طيب مش كرش حضرتك اتسلى كتير في المطعم والبيت؟ مش المفروض يغير جو شوية؟ ندى انا اكل في البيت عند امش واكل هنا في المطعم عند فاطمة الله يرحمها. وانت لسه بتحبها يا بابا؟ ما قلبتنيش. تركت لنا كل ذكرى طيبة على سيرة الأكل. كانت الصبح الله يرحمها تجيب لي الفطير، الشاهي والقهوة، تدي لي هريش وسمن وعسل بحق البلاد. الله أكل لو مفتطر. أنا كان يقع فيني قوة جبل الله يرحم. ما سمعت صوتها إلا لما هي مريضة. لا حول ولا قوة إلا بالله. وماما؟ ماما الملوخية والفطير المشلتت والمحاشي. ماما هذه العسلية حقي. على فكرة يا ردى، أنا لما سافرت اليمن وتزوجت على أمش مش معناها إنه أمش كانت مقصرة، بالعكس نهائياً ما كانت مقصرة. أمال اتجوزت عليها ليه وأنت عارف إنها حامل فيا؟ وعلى جولتك مش هي مقصرة معك في شيء، كان ليش اتزوجت؟ كان نفسي في حاجة. ما هو؟ يعني القلب رق، تمنيت وأنا أسمع صوت أنثى يتكلم بلهجتي. بس على كل هذا الموضوع والله ما في غيره. يا بابا عدت سنين وما سألتش فينا. خالتش فاطمة يا بنتي. ما تقولش خالتك، هي مراتك أنت، أنا ما أعرفهاش. حرام حرام يا بنتي، المرأة تعبت بسرطان الرحم وتألمت كثير جدا وانا ما سكتش خلتها. لكن هنت عليك انا وماما صح؟ جاي تحكي صار علي الله يحبش. ماشي خلاص،
وموضوع قد رحلة وقد تميناه. أوه أنا أفضل. هاتي هاتي هبش هاتي خلاص. وما دام موضوع قد تميناه لابد من رجوع. إيش ما بعد غدوة نصير نحرق باسمه ذي الكرش. ايه ده انتوا بتقولوا كرش زينا؟ امان. ماشي نروح بكرة. ايه نحرقه. امين يا عم امين. يا مختار بنت الصحني. يا مختار هات ايد بتصحني بنت الصحني بسرعة. الي قدام الحسيني عزمت بسري معكم ماني قضى قرة العين. يا زين يا زين يا زين ماني قضى قرة العين. يا زين يا زين يا زين. موضع لابس كريمي. لايق 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 يلعب بس كريمي. انا ما ادريك ما ادريك شنو عملها طنط وهبيه. ايش عملت؟ اقول لك سكنها الكابتن شادي عندنا بالسقف وعملت له نادي. السقف حقنا لا شكله. نحن لازم نطلع نسلم على شادي ونهبله مره اتجاه واحد. ها لا فوق لا فوق ما عاد نرجعش. دي مجنونه دي مجنونه. تشي تموت. نحن السقف تنافر فوقنا بنموت بنموت. شو تقتل نحن؟ عادي وقالوا ينفل كل يوم. احنا راقد السقف ينفل ونحن رقود وانا مزهدبوش. كيف لما انت وانت راقد تزهد بحاجه؟ مكانك مكانك. ناهي ناهي انا سجلكوك معي. سجلت انا بايش؟ بالناديم. ايش من ناديم هالك؟ ايش اروح اسوي؟ يا عم غازي تغير جو. ايش من جو اللي بغيره؟ فوقنا والسقف كده يتنافل. لا 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 الجو لازم يتغير كامل. شكلي بهبله تذكره بسجل عندهم وتسجيل لا فوق. يعني عتقي. طبعا زي ما انتم عارفين اليوم اول يوم تمرين. الناس اللي عارفين التمرين غير الناس اللي مش عارفين التمرين. طبعا تم توزيع المجموعات 3 أشخاص 2 وانا ثالثكم زي ما انتم شايفين. الله يستر. بالله وانت ما حصلت ليش الا ده؟ ما له ده شفيقه بيني وبينه مشاكل. انا والله ماليش دخل مشاكلكم النفسيه. تم توزيع المجموعات حلو حسب النوع والسن. ما لا ده مش نفس سني. يعني على اساس انت نفس النوع؟ والله اسال نفسك. احنا نفس النوع بالضبط. ايش تلعبوا قلتوا لي؟ انا شوف بيني وبينك انا شو العب رجول. انا من فوق تمام. انت من فوق تمام وانت؟ انا الصوت جسمي حلا ما احتاج العب اي حاجه. ما شاء الله ما شاء الله. كرش العب كرش. خلاص لازم نلعب الكرش عشان نلاقي له حل. يلا نبدا التمرين. خلاص الحين ادخلك انت بتلعب بطن. شيل الحاجات هذه طلعها على جنب وهو قلوب نلعبه حقه بالتمرين حقه. العب العب حمل كرش الليل. كيف؟ يلا نزول هنا على ظهره. لا لا ما تجيش عمل دحرقه. نزول كذا تلبلي نزول. هذا قدو شخبطه. ها كذا. حلو بتلف رجولك كذا قليل. ايوه. واطلع. المسدي. ها؟ اطلع المسدي. واحد. عقدر شقو يا ابني عليك بقى تزواج. ايه وكيف؟ نعمل انا عوالي امريكا تزواج ما عواليش العب مصارعه. على اساس انك تفهم بالمصارعه الان. انت مدخلك. مدخلنا بس سعي على نفسك. شوف لا تخلناش اخرق اللي عندي. يا فن يا فندم من يا كابتن قيمني والله لا اقوم اوري له والله. بس لا عاد تقوم. شو صبر يا كوتش. انا لو باقي بتزوج بتزوج وحدة اعرفه تعرفنا احبه وتحبنا ادعمه وتدعمنا مش زيك. اروح اشتكي له عند وحده ثانيه والله ما اعرف ايش والله ما احب ايش والله الثقافه حقنا مش سوا. لا والله ابوها بلاك. بسم الله انت دانا داري انت اللي تخبر هكا داري انا ما اعرفش. قيمني قيمني واقوم اقوم يلا قوم من نفسك. انا مش قادر قاطعك. حاول حاول يلا حاول. اهدي 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 اهدي. ايش في هيا هيا ايش هيا اي حاجه. من قبل ما نبدا تمرين اول حاجه نحدد اهدافنا. ايش اهدافكم يا بنات؟ انا عن نفسي عشان انزل وزني عشان اوقع حالي وقمري في عين زوجي وعلى سبنا حريوه جديده
وكمان عشان لو ما خلف جهال اقدر اجري بعدهم والعب معهم طبيعي. والله هدف جميل جدا انك تهتمي بنفسك، لكن حرام انك تهتمي بنفسك عشان شخص. فرضا الشخص ده حصل له حاجه، سابكم، ما كملتوش مع بعض، بتسقط كل احلامك دي. لازم تتمرني عشان نفسك. وانتي؟ انا ولا اشتي لا اتزوج ولا خلف ولا اي حاجه. من الاخر انا اشتي اتمرن مشان اقوي ضرباتي، وعلشان لما اي حد يشتي يغلط عليا. ايوه ها، عشان لما يكون قدامي اي رجال اقص امه نصين. الافراط بالقوه شيء مدمر. ثقتك في نفسك واختيارك الاماكن واختيارك الاصدقاء اللي حولك هم اللي بيعطوك الامان بعد ما تكوني عارفه شويه في قواعد الدفاع عن النفس. وده اللي انا بحاول افهمكم هو. يعني ايش دحين؟ انت علم نفس ولا علم رياضه؟ انا كل حاجه. تدري نتمرن دحين؟ ايش بنتمرن؟ Do we have a deal؟ ديل. ديل. اسمع صوت بنات. ديل ديل ديل. يلا 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 يلا, يلا. تعالي 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 تعالي. برافو يا بابا، برافو يا بابا. حاجة امين عشا وحش عشا وحش. ما شاء الله عليك يا موت. ولا في بك حاجة، عليك بتزوج بنتك ان شاء الله. ما يا بابا من بنت الصحن اللي ما انت شرد تسيبها. بنت الصحن كل الناس يحبوها. يا عم امين بالسن هذا لازم تحافظ على نفسك وتوقف سكريات ودهون. هنقول لهم انت بس اسمع كلامي واديلي من وقتك شهرين، شكل بترجع واحد ثاني. قول والله. والله. بس اسمع كلامي. تقولي يا رضا في امل اني تنزل؟ وليه لا؟ طول ما في نيه كله بيجي. تمام. لكن والله ما استوعدك. الحين ما نعمل نتمرن تمرين ثاني ولا ايش باقي؟ ايوه بنقوم الحين نتمرن رجول وظاهر وحاجات زي الجسم. اوه ظهر. لا 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 انا ارجوك ارجوك. ما انا والله ما اقدر اتعب. كيف؟ رجلي في الدنيا ورجلي في الاخره. لا 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 تخش الكلام هذا، لا طول عمرك، عادك بتزوج بنتك. والله ما اقدر انا. بابا؟ ما اقدر اوعدك. هو كل شوي يقول لك لما تجوز بنتك لما تجوز بنتك. انا بقى مش عايزه اتجوز، مش عايزه اسيبك ابدا. لا لا تتزوجي بس ان شاء الله لما حصلش من الحلال. يعني يا بابا هتجوزني الراجل اللي انا اختاره؟ يعتمد يعني، هذا اذا افحص اتقص اعرف من هذا من هذا من هذا كيفه وبعدها اقرر. انا اسف ان انا قطع الكلام العائلي هذا، لكن احنا لازم نتمرن. لحظه لحظه يا بنتي، انتوا هذا الجيل ما انتوش دارين عن مصلحتكم. لازم اعرف من هو الولد واعرف اخلاقه، بعدين بشوف القوه، وبعدين عاد انت تخرجي من الجامعه وبعدين لكل حادث حديث. واحد، اثنين، ما شاء الله ثلاثة، أربعة. ما لقيتوش مكان غير السقف. حبيبي تعال تعال عم غازي. ثلاثة. وليش عادوا الحركة دي؟ بتمنيناها. بنك ونص ليش لا حبيبي؟ مالك أنت الغالي.